والآن مشاهدينا إلى فقرة تراند وأبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشهد مدينة جنين ومخيمها منذ الصباح الباكر تصعيدا إسرائيليا متماديا ضدها، وصل حد استهداف مستشفى مخيم جنين بقنابل الغاز، ما دفع بالأمهات الموجودات فيه إلى الهرب مع أطفالهن. وانتشرت مشاهد فيديو تظهر جرافات الاحتلال وهي تعبث بالمخيم وتحطم سيارات المواطنين وتدمر أي عائق أمام الآليات العسكرية خلال اقتحامها للمخيم، ولم تسلم سيارات الإسعاف من رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا. ونشر المغردون على منصة تويتر آخر أخبار التصعيد الميداني لحظة بلحظة، محولين الفضاء الإلكتروني إلى وسيلة لنقل الإجرام الإسرائيلي إلى الرأي العام العالمي. وقال مغردون آخرون إن الحل الوحيد يكمن في المقاومة المسلحة، وإن جنين كعادتها تلبي النداء دوما. هاشتاغ جنين لقي تفاعلا على منصة تويتر وصل إلى 4,600,000، في حين وصلت التعليقات إلى 620,000 تعليق، أما المشاركات فبلغت نحو 3,000,000. ذروة التفاعل مع هذا الهاشتاغ سجلت ظهر هذا اليوم من خلال 4,500,000 بين مشاركة وتعليق. وللمزيد حول هذا أو آخر التطورات الميدانية وتداعياتها ينضم إلينا من رام الله الصحفي والمحلل السياسي السيد خلدون البرغوثي. أهلا بك سيد البرغوثي معنا. بداية، كيف تقرأ ما حصل من مجزرة صبيحة هذا اليوم في جنينة؟ يعني هذه المجزرة تأتي في السياق التصعيد المستمر، ليس فقط في حكومة نتنياهو، حكومات نتنياهو السابقة وتلتها حكومات المعارضة الحالية بزعامة نفتالي بنت ويائير لبيد، والعام الذي حكم فيه يائير لبيد كان من أسوأ من أكثر الأعوام دموية. الآن يأتي هذا التصعيد، ولكن في ظل حكومة جديدة تسعى إلى مثل هذا التصعيد، ولا تحتاج إلى تبريرات حتى للقب القول إن هناك خلية أو غيره. هناك فيها وزراء مستعدون لارتكاب مجازر، إيتمار بن غفير وبتسيل إلي سموتريتش، اللذين يتوليان مناصب منحتهما أيضا صلاحيات إضافية لم تكن موجودة في هذه المناصب الوزارية قبل. سموتريتش وزير مالية لكنه بصلاحيات انتزعها من وزارة الجيش، و إيتمار بن غفير جاء وزير للأمن الداخلي لكنه وسع هذه الوزارة لتصل سلطته حتى في داخل الضفة في عدة جوانب. هذا التصعيد الذي حدث اليوم كثر الحديث عن مثله، لكن العملية جاءت بقوة بشراسة بنيران غزيرة وبعدد كبير من الشهداء، وقد تكون أيضا في إطار جس النبض، جس قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال، نبض الشارع الفلسطيني من جهة ونبض المقاومة في جنين، وربما إذا شعروا أن رد الفعل لن يكون أو سيكون أقل مما هو متوقع قد يساعد ذلك قوات الاحتلال أو يدفعها باتجاه تنفيذ المزيد من مثل هذه الجرائم، ربما في نابلس في المرة المقبلة أو باستهداف مخيم جنين استهداف كبير كالذي حدث عن تصاعد سيد برغوثي. نعم، تصاعد المقاومة في الضفة يربك حسابات الإسرائيليين، إلى أي حد تبدو المقاومة في جنين تحديدا هاجسا حقيقيا للمحتل؟ يعني هو كل من يزعج الاحتلال يعتبر هاجسا. أنا أتابع بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لمستوطنين، هي ترصد كل عمليات إلقاء حجر في أي شارع في شوارع الضفة وتحذر المستوطنين، هي رسائل للمستوطنين ليعلموا بأن هناك إلقاء حجارة يستخدمون حتى من كثرة أنواع العمليات، يستخدمون الاختصارات في اللغة العبرية في هذه المنشورات. حيثما يقع حدث حتى لو كان إلقاء حجر واحد يتم رصده ونشره بشكل فوري. الاحتلال يتضايق من وجودنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي تصعيد يتم الحديث عنه. عندما تولى بن غفير وبتسليل سموتريتش مناصبهما مثلا، وزراء سابقون في الحكومة التي انتهت بتعيين أو بإنشاء حكومة نتنياهو، هؤلاء حذروا إسرائيل من أن الحكومة الجديدة
هي وصفة لحرب لتصعيد قد تدفع إسرائيل ثمنه أمنيا. والآن الأمر يتصاعد في إسرائيل، الاقتصاديون قلقون، التكنولوجيا وغيره من إجراءات الحكومة، لكن على المستوى الأمني وما يتعلق بالفلسطينيين هم يرون أن مثل هذه الحكومة تدفع باتجاه تصعيد. وتوجد أيضا مفارقة أن إيتمار بن غفير مثلا الذي يسعى إلى إنشاء ما يسمى الحرس الوطني لأن لديه معلومات تقول أن تصعيدا كبيرا قد يأتي من قبل الفلسطينيين، هو المتهم أصلا حتى من قبل إسرائيليين بأنه هو الذي يسعى إلى هذا التصعيد. نعم، ابقى معي سيد البرغوثي متابعة لهذا الملف. تنضم إلينا مجموعة من الضيوف عبر تطبيق زوم، أرحب بكم جميعا. وأبدأ مع السيدة رفقة شقور وهي باحثة في العلوم السياسية، أهلا بك معنا. كيف يمكن فهم هذا التصعيد الإسرائيلي وتوقيته؟ بالبداية الرحمة لشهداء فلسطين الذين ارتقوا صباح اليوم في جنين. العدو الصهيوني ارتكب المجزرة في جنين لكنه هو أوضح الأعداء. دعونا نتكلم عن من يختبئ خلفه وهو الوكيل السياسي والأمني والإعلامي والثقافي الرسمي الفلسطيني الذي صنع هذه الهزيمة وحرس مؤسستها وصاغ خطابها ودافع عنها، كل ذلك باسم التحرير. الجيش الإسرائيلي يدعي ويبرر كالعادة أن هدف العملية العسكرية في جنين إحباط هجوم كبير واعتقال مطلوب خطير، لكن هذا العدو المتمرس في المجازر وإسالة دماء الشعب الفلسطيني أصبح يوجه أسلحته لاغتيال المقاومين الفلسطينيين في أماكن مختلفة. في نلاحظ حول مسألة التوقيت أنه يحاول دائما الإبقاء على حالة التشرذم الجغرافي التي يعمل الاحتلال الإسرائيلي على تكريسها. هو يتناول المقاومة الفلسطينية جزءا جزءا ويحاول أيضا أن يضرب ويوجع المقاومة الفلسطينية، ونحن نرى أنه الآن يتم اغتيال أشد المقاومين الفلسطينيين في غرفهم بعد أن كانوا يرتقوا كشهداء في نقاط الاشتباك. وهذا بحد ذاته هو محور الحالة التي نعيشها على مستوى فلسطين. هذه الحالة هي نتيجة حالة وجود السلطة، وهي تدرك تماما أن هنالك معادلة، مع أن المقاومة الفلسطينية سوف تؤدي أو أي عملية كفاحية فلسطينية سوف تؤدي إلى تفكيك السلطة، وفي المقابل أي حالة تفكيك سلطة سوف تؤدي إلى حالة كفاحية تسعى للتحرير الشامل الفلسطيني. لذلك نشأت هنالك هذه علاقة التنسيق الأمني ما بين الاحتلال الإسرائيلي وما بين السلطة الفلسطينية. إذن نحن الآن علينا أن نتناول بشكل جدي، بعيدا عن ما قامت به السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية عبر فترة طويلة من التشرذم والانقسام الفلسطيني، علينا أن نتناول الآن خيارات الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني الآن لديه خيارات واسعة، وهو في لحظة تاريخية فيها عوامل من إمكانية توحيد المقاومة الفلسطينية بسبب الظروف الإقليمية التي تواجه الفلسطينيين. نعم، وصلت الفكرة. أعود إلى السيد برغوثي، يعني كيف يبدو موقف السلطة الفلسطينية مما حصل اليوم من مجزرة في جنين، ويعني وما سبقها أيضا من عمليات عسكرية سابقة؟ يعني حسب ما رشح من أنباء يبدو أن السلطة الفلسطينية قد تتخذ الليلة قرارات ب وقف التنسيق الأمني. الآن هذه يعني لنقل تسريبات أو أنباء ربما من مصادر غير مؤكدة، لكن هناك إعلان رسمي من السلطة بأنها الليلة ستصدر قرارات هامة في هذا الشأن. يبدو حسب حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية أبدت اهتماما شديدا بهذه التصريحات، ويبدو أنها حصلت ربما على معلومات تشير إلى أن
السلطة الفلسطينية ستعلن عن وقف التنسيق الأمني، ربما هذا هو أبرز القرارات التي قد يعلن عنها اليوم، وقد تكون هناك قرارات أخرى. لكن يجب أن لا ننسى أن أيضا الخطوات الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية وغيرها وفي الأمم المتحدة باتت تثير أيضا قلق إسرائيل. أنا أتابع ذلك بشدة لدى الطرف الإسرائيلي، هناك حالة قلق حقيقية حتى في مستويات أمنية ومستويات سياسية إسرائيلية. هم قلقون من أن هذه الحكومة الإسرائيلية بإجراءاتها قد تدفع إلى توريط إسرائيل ربما إلى حد ما في مواجهة مع الغرب، حتى مع الإدارة الأمريكية، لأن الإجراءات الإسرائيلية التي يتحدث علنا عنها إيتمار بن غفير وبتسليل سموتريتش الصهيونية الدينية وبموافقة بنيامين نتنياهو معهم لأنه بحاجة لهم في هذه المرحلة، كل هذه الأمور تقلق مستويات كثيرة. نتنياهو نفسه تحدث بلطافة بعدما خسر الجمهوريون إمكانية السيطرة على مجلس الشيوخ مثلا في الانتخابات الأخيرة ولم يحققوا فوزا كبيرا في مجلس النواب، خاطب المتطرفين جدا في حكومته وقال نحن بحاجة إلى عامين من الاعتدال، لأنه يدرك تبعات ما يمكن أن يقوم به إيتمار بن غفير وبتسليل سموتريتش على إسرائيل، فهو يحتاج إلى سنتين من الاعتدال على أمل أن تتغير الإدارة الأمريكية ويأتي حلفائه الجمهوريون من جديد إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة. لذلك الخطوة الفلسطينية الليلة إذا أعلن عنها ستكون مهمة ورسالة يعني لها ربما تأثير حتى في إسرائيل. قبل الإعلان عن الرسمي عن هذه الخطوة، هناك بعض المسؤولين الأمنيين السابقين يحذرون من تبعات أو من خطورة هذا التوجه. أذهب إلى السيد أدهم أبو سلمية وهو باحث في الشأن الفلسطيني. سيد أدهم، تنديد مصري ومطالبة بوقف هذا العدوان، إلى أي حد يؤكد فشل المساعي المصرية في تحييد الجوار العربي؟ التحية لك والرحمة للشهداء، شهداء شعبنا الفلسطيني. 29 شهيد فلسطيني ارتقوا منذ بداية الشهر الحالي في تصعيد كبير للعدوان على شعبنا الفلسطيني. ربما فشل المساعي المصرية، وأيضا الأهم هو فشل اللقاء الذي كان قبل حوالي 30 ساعة من المجزرة بين الملك الأردني الملك عبد الله وبين نتنياهو مجرم الحرب، اللقاء الذي بعد أن انتهى قام الاحتلال الإسرائيلي بثلاث خطوات لا يمكن أن نقفز عليهم. الأول عندما دخل إلى مخيم شعفاط وهدم منزل الشهيد عدي التميمي واستشهد شاب فلسطيني، ثم في صباح اليوم عندما دخلت الشرطة الإسرائيلية لأول مرة منذ سنوات واقتحمت المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى المبارك، ثم أراد أن يختم المشهد بالمجزرة التي رأيناها جميعا في مخيم جنين، وتوجه قبل قليل بإعلان نيتو الإعلان والمصادقة على 18,000 وحدة سكنية. الرسالة واضحة ليس إلى مصر أو الأردن فقط، بل إلى كل المنظومة العربية اللاهثة خلف التطبيع، بأننا أمام حكومة لا تقل دموية عن سابقاتها من الحكومات. نحن أقفلنا عام 2022 بأكثر من 280 شهيد فلسطيني في حكومة يعتقد البعض أنها حكومة يسارية، بل ويشترك فيها أيضا حزب عربي وهو حزب منصور عباس، ومع ذلك الإسرائيلي بكليته يرفض الوجود الفلسطيني. الأزمة الحقيقية اليوم مع الاحتلال هي أزمة وجود، هو لا يريد وجودك، هو لا يريد أن تبقى سواء كان يميني متطرف أو كان يساريا أو كان غير ذلك. وبالتالي حديث الأستاذ خلدون قبل قليل عن قرار قد يصدر من السلطة وكان الاحتلال ينتظر من السلطة أن توقف التنسيق الأمني مثير للاشمئزاز والسخرية حقيقة، لأن هذه السلطة أوقفت قرارا. أنتقل إلى سامر عوض وهو إعلامي. شكرا لك أدهم. أنتقل إلى سامر عوض وهو إعلامي وأسير فلسطيني محرر، أهلا بك عوض. يعني كيف نتوقع تأثير هذه المجزرة اليوم على تنامي المقاومة في الضفة ومتانة حاضنتها الشعبية؟ في البداية سلام على جنين حتى يطمئن فؤادها، رضى الله أبناءها ومقاوميها.
جنين لقبها كان عش الدبابير، وهي التي كسرت رأس موفاز وشارون في عام 2002 في أيام الاجتياح. أيضا جنين يرتبط اسمها في التاريخ الفلسطيني بتاريخ طويل من مقاومة المحتل، نعود إلى قرابة 90 عام عندما ارتبطت جنين بحاضنة الشيخ عز الدين القسام في مقاومته للإنجليز. الموضوع يقرأ بارتباطاته في المشهد، يعني إذا ما نظرنا لما حدث اليوم في جنين هو مرتبط ارتباطا كليا للأزمة التي يعيشها الاحتلال. الاحتلال اليوم يغسل أزماته الداخلية بدماء الشعب الفلسطيني في داخل جنين. الخطورة تقرأ بثلاثة زوايا، الزاوية الأولى خطورة جنين كجنين أو مخيم جنين بكتيبته المقاومة المتوحدة بكل فصائلها في ظل التشرذم السياسي الفلسطيني. الخطورة في جنين من الناحية أنها هي ثمن يغسل به الأزمة الداخلية التي يعيشها الاحتلال الآن في ظل المظاهرات التي ترى في الحكومة المتطرفة التي تقوم بتنفيذ سياسات الاحتلال خطرا على المجتمع الاحتلالي نفسه، وبالتالي ما حدث اليوم هي سياسة مستمرة للاحتلال ينفذها أشخاص مختلفون مهما بلغت ذروة تطرفهم. في موضوع المقاومة الجنين وغيرها هي عبارة عن مقاومة مشروعة للشعب الفلسطيني، لكن للأسف الشديد ظهرها مكشوف. ما يحتاج المقاوم الفلسطيني الآن في جنين وفي كل مكان أن يكون ظهره الرسمي محمي، وللأسف الشديد هناك نرى تراجعا في الموقف الفلسطيني الرسمي. حكومة السلطة الفلسطينية حكومة شكرا لك سيد سامر عوض، كما أشكر كل ضيوفي عبر تطبيق زوم وأخص بالشكر الصحفي والمحلل السياسي السيد خلدون البرغوثية.